يمكن الاقلاق برضو لما بتتمرني مع مجموعه كبيره ولمجموعه لاعبات بالشكل ده، اكيد يعني اقول ايه، احسن اعداد لاي لاعب، صح ولا لا؟ اكيد طبعا. يعني مع النادي الاهلي الفتره الجايه اكيد هينقلك بقى لحته تانية ان شاء الله وجودك، شايفه ده ولا لا؟ انا شايفاه جدا بجد. الفتره اللي فاتت اللي انا يعني بدات فيها في النادي حسيت بفرقك، يعني الروح اصلا هناك فعلا هي حلوه وانا مرتاحه وانا بتمرن فعلا. هناك، والموضوع بسيط، وبقيت فعلا يعني عايزه اروح دايما طبعا. يعني صبح وبالليل، ولا التمرين حلو. طب قولي لي، انت اسكندريه وجيتي القاهره، طب الترانسفير ده هتعمليه ازاي؟ يعني هل مثلا دراستك عملتي فيها ايه؟ هل خلصتي دراسه؟ يعني كلميني على الظروف المحيطه بالانتقال ده. هي كانتش اسهل حاجه، بس انا يعني دلوقتي تانية جامعه، ما شاء داخله الله. تانية، يعني هكمل السنه دي عادي في اسكندريه، ممكن السنه الجايه اشوف لو هحول او اي حاجه، بس انا يعني قادرة توفقي؟ قادره اوفق، وان شاء الله يعني بحاول قد ما اقدر ان انا افضل في القاهره عشان استفيد بتمرين النادي الاهلي. طبعا طبعا، لان ده انا متوقع ان شاء الله سنه او اتنين هيحطك في حته تانية، لان كابتن عادل نفسه بيقول دلوقتي ان احنا بنغير في التمرين. انا شايف ان ده، انا عايزك اتمرن يا كابتن، انا عايز، انا ممكن ابقى حاجه تانية. انا عارف حضرتك بتتمرن اصلا. لا بس هو بس لما اتمرن مع لعيبه كده يعني جامده والمستوى واللي داخل واللي طالع وكل ترابيزه هتلاقي عليها نجوم كبار بيتمرنوا بجد، يعني حاجه، يعني منظومه، يعني اكيد اي لاعب يتمنى يبقى فيها، لانه طبعا يحب مستوى. حضرتك تخيل كده مثلا لو بتتمرن على طاوله وجنبيك مثلا سيد لاشين ولا محمد حبيبي البيلي ولا شادي ولا خالد عصر ولا شومان ولا ودينا مشرف وهنا جوده ونادين الدولتلي وساره الحق، يعني صار الحاكم على فريده وآلاء جت اهي وآلاء ورؤى الناغي، فالتمرين بيبقى شادي، يعني هي منتخب مش نادي. بالظبط بالظبط. انت حضرتك لو بصيت لقوام المنتخب في السيدات ولا في الرجال كلهم. طب خلينا نقول للساده المشاهدين، انا عارف مين اللي راح من عندنا منتخب، بس خلينا نقول مثلا نبتدي بالسيدات. بالسيدات كم لعيبه شاركت من عندنا في المنتخب من النادي الاهلي؟ عندنا ثلاثه، دينا مشرف، هنا جوده، آلاء، واحد من حد من الزمالك اللي هي يسرى اشرف، وحد من بتروجيت مريم الهضيبي. تمام. كانت عندنا في الاهلي. كانت عندنا بالظبط كده. الاهلي معلش. بنت الاهلي طبعا. يعني نقول اربعه اهلي بالظبط كده. في الولاد يعني احنا بنتكلم في حوالي 80% من قوام السيدات الاهلي. طب نروح للرجال. الرجال كان في محمد البيلي، كان في محمد شومان، كان في عمر عصر، خالد عصر، الاربعه، واحمد علي من الزمالك. يعني بنتكلم برضه 90% من منتخب مصر. بالزبط. يعني انا بس عايز اوصل لحضراتكم كابتن عادل مشكورا، وضح لي 90% من منتخب مصر للسيدات من النادي الاهلي و90% من منتخب مصر للرجال من النادي الاهلي. هنا النادي الاهلي بيقدم يعني ابطاله ونجومه وبيدعم منتخب مصر بالكوادر، مش بس اللعيبه، المدربين كمان.